ازيكم يا جماعه، منين ايه؟ رجعت لكم مع فيديو جديد. النهارده هناخد جوله في لعبه توكا لايف وورلد. طبعا يلا بينا نبدا. لو تنسوا اللايك والاشتراك، ولو عجبكم الفيديو قولوا لي. لو عايزين قصص توكا بوكا يلا بينا نبدا. طبعا يا جماعه يلا بينا، انا لسه منزلها دلوقتي. اوكي تقريبا بيخلونا نستكشف عشان يعني لسه نازله فاكرين جديد. اوكي يلا ثانيه وهرجع لكم. انا استكشف مكان مكان بالترتيب، يلا بينا. انا متحمسه قوي. خلاص في هنا اي حاجه؟ استنوا، متاحه؟ يبقى يلا خلينا ده بيت، يعني ان احنا نصنعه بنفسنا. ده تقريبا بصنع شخصيات. ومن هنا برضو ممكن هعرفكم كل حاجة. استنى، اول حاجة ده هنمشي كده 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 كده. يلا بينا دوم بقى، ده احلى مكان في اللعبة كلها. انا كنت دايما في اللعبة بهتم بمكان الهدوم، بحب قوي الهدوم في اللعبة، مش عارفة ليه بس اوكي. خلينا في البنس دي وخلاص، نكشير ده الله اعلم. ماشي خلاص. بصوا ده المحل فيه هدوم كتير، حاجة جامدة جدا. انا هعمل شخصية ليه، انا يعني هوريكم مكان ده. ممكن اخلي شخصية في الاخر او في فيديو تاني، يعني هشوف على حسب وقت الفيديو. اوكي هو ده المكان، نلبس الشخصية دي كده مثلا. اوكي خلينا في ده خلاص، ولبسها مثلا توكا، شكلها روعة والله. يلا بينا المكان اللي بعده. مش عايزين ده ده ده، ماشي خليهم خلاص مش هتفهم. يلا بينا المكان اللي بعده، السينما تقريبا اصلي او لا المسرحية الحاجة كده، مش سينما هي حاجة. ايوة هي دي، كنت عارفة والله. حاجة جامدة اوي. هنا هدوم المسرحية مثلا، هلبسها ده مثلا، يعني مش هتلبسه بجد ويعني يقعدوا يمثلوا. بصوا شايفين الخمس حاجات دول؟ دول بقى تقريبا مثلا ده ده المكان ده وده مكان جامد خلاص مثلا كده وده. هو ينفع الحاجات اللي في الارض دي تتحرك؟ اه لا زي ما اعتقد. يا سيدي فضاء ده خلاص يعني فتمسكوه. استنى تخيلوا فضاء فضل. اوف ده لزق هنا بقى شكله كده. وخنفسة دي طالما تقريبا لمستها يبقى هتفضل موجودة. رور حاجة موجودة ده اكل صح؟ هو ينفع ناكله؟ بندق في الارض كان ناجل. طب ينفع ناكل ده؟ خليها كده يا جماعة. هنا في اكل ممكن تاكلوه، تجيبوه تاكلوه. بصوا يعني حاجة جامدة قوي. هنا في مشروبات، هوريك حاجة جامدة اوي. تنفع تحطوا الاكل على بعضه كله كله؟ والله ما بهزر. عارفين يعني خلاص مثلا عايزه احط محله كله على بعضه، اقدر والله. بس ده في الاكل بس، تاخدين شغله خلاص ناكلها بقى. تعالوا طيب تفوق واحده. يلا اللي بقى هنستكشف اماكن كتير النهارده. ممكن اخلي موضوع الشخصيه ده في فيديو تاني. ده الهير صالون.
الصرصار ده. يلا بينا اغير لها شعرها بقى. اورايتي نسميها ايه، تيتا؟ اوكي يا جماعة خلاص ممكن حلو الشعر ده، مش عارفة بصراحة اصلي حيرانة اوي. ينفع نصبغ الشعر في درجات كتير جدا عن لعبة يويا بيزي، بس ما فيش مشكلة مش هتفرق، بس دي بقى لها يعني كتير قوي، لكن يويا بيزي جديدة شوية فعادي تتطور مع الوقت. بيعملوا التانية بقى من لعبة يويا دي مثلا. اوكي احنا مش في يويا دلوقتي، يلا بينا اللي بعده على السوبر ماركت. اوكي لما تشوف من الاول. خليها اجيب فلوس كتير. اوف اصلها بليمت برضو يعني، عشان ما ينفعش فلوس في فلوس في فلوس كده يعني، عملها لبطهول. دي ثروة والله ثروة. اريام والله اللي خليها تاكل. بصوا ام نم نم، بصوا بس شوفوا كلته. احلى بس احلى الحمد لله يعتبرها كلته. في ممكن لبن نجيب كيس واحطه في الحاجة اللي هجيبها بقى. بصوا وانا مش يعني ماشي، لما كان في موبايلات في حاجات مش لازم الشنطة. خد الفلوس يا عم، الفلوس مش موجودة. طب هتبقى هنا. اوف ده هترجع. حلوة. طب خلاص حلو. كان همشي بقى. جود باي. طبعا لان كنا قلت لكم ده انتوا بتعملوا بيت بنفسكم، هعلمكم. هتدوسوا على دي، هتختاروا مكان بقى وكده. لو عايزين شرح، لو الفيديو ده وصل لاربع لايكات هعمل لكم شرح لحكاية البيت دي. اوكي كنت عايزة فين دلوقتي؟ هنخلي البيت ده في الاخر. قريت افتكر فضل ثلاثة دول بقى. خلاص يلا بينا نتجول. المكان ده لانكم جامد جدا جدا، فيه هدوم كتير. مثلا بصوا اذا طايتها روح، مش مهم مش مهم مش هتفرق، ارميها في الزبالة. بس كده انا حاسه ان في حاجه ورا ايه ده، تخيلوا ايه ده، ده ايه ده ان شاء الله، ايه الشيء ده. خلاص خليها تلبسه مفيش مشكله، احنا بنتجول برضو. ايه ده؟ الشنطه دي اكيد ينفع تحطي فيها حاجات صح؟ لازم، مستحيل تبقى منظر كده بس. طبعا ينفع احط فيها الكلب بتاعي. ماشي زي الفل. الشنطة اللي ينفع احط فيها الكلب. سبحان الله. ماشي ماشي. الحمد لله. هرميها في ما في الباسكت. لا لا شنطة رزبان، لبسها الفضائي ده ولا ايه؟ ايه رأيكم؟ ماشي ما عنديش مانع. خلاص السمكة ايه ده؟
كانت جوه الصندوق دي ولا ايه؟ استنى استنى استنى، كانت كده، استنى كانت كده والله، حاجة كده كده. انتوا مش عايزة تمسك، مش عايزة يمسك، مش عايزة يمسك. لا استنى، مسكها حاجتين وخلاص وقفلوا الدنيا عليها كده، مش هتقدر تعمل حاجة. كان في هنا وده رسوم، تقدروا تسيبوها الحاجة بقى خلاص خلاص، فهمتوها؟ اوكي هو ده المكان. ايه ده؟ ينفع تاكل؟ ايه ده؟ اوكي اللي بعده اللي بعده، خلينا ننسى الكلام ده. خلينا في المحلات ده بقى، انا هوريها لكم بس مش هبقى اكلها وكده عشان الفيديو يعني مدته طويلة شوية بقت خلاص. بص يعني هو ده، انا عملت قصة هنا قبل كده مش فاكرة امتى بس انا عارفة. اللي بعده بقى، لو وصلت الفيديو ده 5 لايكات هعمل قصص، هبدأ اعمل قصة كده مثلا او قصتين عن توكا بوكا. يعني اكتبولي يعني عايزين قصص عن ايه، مثلا واحدة رخمة، واحدة معرفش ايه، حرامية، مش عارف، قولولي. اوكي خلاص، ما نشوف الهدايا. نفتحها، ايه ده؟ اوه حلوة، ايه ده الدنيا ما دي؟ استنى نجيب اي شخصية دي وخلاص، مثلا انا بحب الشخصية دي جميلة اوي مش عارفة ليه بس اوكي. لابتوب ده حاجات جامدة اوي، احنا عملنالها مش حاجة جامدة جدا والله، يعني مش بهزر انا بتكلم جد، ده ممكن نلعب كمان وكده يعني. اوكي البيت بقى يعني شفته ما نسيتش، يلا بينا. اوكي فرخم alrighty رور. اوكي مثلا تلبس بيجامة، حلو البامبا دي عليها والله. في تكتات سفر، فو هتنط من الشباك يا اختي. اوكي خلاص كده، اشوفكم مرة جاية وجديد، سلام.